بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بدنا نحكي اليوم عن الطبق المحوري أو الأشعة المقطعية للصدر، آلية الوضوحية أو آلية الدقة. طبعا نعرف أنه الطبق المحوري للصدر يعني له عدة أنواع. في النوع اللي هو without contrast، بدون حقن مادة ظليلة، وفي النوع with contrast مع حقن مادة ظليلة، وفي تصوير الأوعية الرئوية، وفي الطبق المحوري أو الأشعة المقطعية عالية الوضوحية. طبعا كل نوع من الأنواع في له استطباق. تمام، لما بنحكي على الطبق المحوري مع الحقن، كنا عم نحكي مثلا على يعني بدنا نشوف الأورام، بدنا نشوف الآفات الجنبية، بدنا نشوف الآفات المنصفية. تمام، لما نحكي عن الطبق المحوري مثلا اللي هو تصوير الأوعية الرئوية، يكون مثلا عم ندور على صمة رئوية، على تشوهات شريانية وريدية. تمام، لما بنحكي عن الطبق المحوري العالي الوضوحية، طبعا الطبق المحوري العالي الوضوحية هو طبق محوري بدون حقن مادة ظليلة، لكن هو ميزته إنه يعني بيعطي شرائح دقيقة. تمام، بتخلينا نشوف البرانشيم أو النسيج الرئوي أو الآفات اللي موجودة في النسيج الرئوي بشكل واضح. تمام، يعني هو طبق محوري للصدر بدون حقن مادة ظليلة، بس ميزته إنه يعني شرائح دقيقة تخليك تميز الآفات النسيجية أو الآفات البرانشيمية في الرئة. يعني شو الاستطباب تبع الطبق المحوري العالي الوضوحية؟ هو استطباب لما بنكون عم ندور على آفة برانشيمية، وخاصة أمراض الرئة الخلالية أو التوسع القصبي أو الأمراض الأخرى التي تصيب البرانشيم الرئوي. تمام، الطبق المحوري العالي الوضوحية أو الـ HRCT هو يعني تقنية التصوير الطبقي، بحيث يعطيك شرائح دقيقة، سماكة الشريحة أقل من 1.5 مليمتر. تمام، طبعا حتى نفهم الطبق المحوري عالي الوضوحية، لازم أول شيء نفهم تشريح الرئة أو يعني بنية النسيج الرئوي، حتى نعرف نحن على شو عم نطلع، أو كل يعني مظهر شعاعي شو يعني. تمام، أنتم بتعرفوا إنه الشجرة القصبية بتبدأ من الرغامة، بعدين القصبة الرئيسية لكل رئة، بعدين القصبات الفصية، بعدين القصبات القطعية، بعدين تفرعات متعددة، حتى نوصل لشيء اسمه تيرمينال برونكيول اللي هي القصيبة الانتهائية. بعد القصيبة الانتهائية، تمام، القصيبة الانتهائية بتفرع منها عدة قصيبات تنفسية. القصيبة التنفسية اللي اسمها respiratory برونكيول، ميزتها انه فيها اسناخ رئوية في جدارها، يعني هي أول مكان للتبادل الغازي في النسيج الرئوي. بعدين بيجينا شيء اسمه الالفيولار داكت، القناة السنخية. طبعا القناة السنخية بيكون جدارها كله يعني متصل بالأسناخ الرئوية، فهذه قناة سنخية مع الأسناخ تبعها، وهذه قناة سنخية مع الأسناخ تبعها، وهذه قناة سنخية مع الأسناخ تبعها. تمام، كل قناة سنخية مع الأسناخ تبعها اسمها alveolar sac، يعني الكيس السنخي. تمام، مجموعة هذه الأكياس السنخية المتصلة بهالقصيبة الانتهائية اسمها العنبة السنخية، أسينوس. تمام، فإذا قلنا القصيبة الانتهائية هذه ما فيها أسناخ بجدارها، تتفرع تعطي قصيبات تنفسية، من هون بيبدأ التبادل الغازي، بعدين القناة السنخية والأسناخ. مجموعة الأسناخ مع القناة السنخية اسمها الكيس السنخي، ومجموعة الأكياس السنخية المتصلة بالقصبة أو القصيبة الانتهائية اسمها العنبة، أسينوس. تمام، لازم نفهم في شيء اسمه السكندري لوبيول او الفصيصل الثانوي، هذا كتير مهم بمحاضرتنا عشان نعرف شو نحن عم نشوف المحاضرة.
هو الفصيص الثانوي وهو أصغر وحدة رئوية، بتكون يعني حجمه حدود 1 إلى 2 سنتيمتر. بين كل فصيص وفصيص ثاني في شيء اسمه الحاجز، في شيء حاجز من النسيج الضام، تمام. كل فصيص بيتألف من 5 إلى 15 عنبة، تمام. الفصيص بغذيه قصبة أو قصيبة انتهائية مع شريان رئوي في منتصفه. هلأ بنشوف الصور بعدين. وبالمحيط تبع الفصيص أو بالحاجز بين الفصيصات بتمر الأوعية اللمفاوية والأوردة، تمام. هذا هو الفصيص الثانوي، هذا فصيص، وهذا فصيص سكندري لوبيول. شايفين هذه العنبات السنخية هون؟ هذا اللي بالأزرق هو شريان وليس وريد، لأنه بتعرفوا إنه الشريان الرئوي بيكون الدم فيه غير مؤكسج. الأحمر هذا هو الوريد، والأصفر هي الأوعية اللمفاوية بتجي بمحيط الفصيص مع الأوردة. طبعا في بعض الأوعية اللمفاوية بتجي بالمركز كمان. فإذا قلنا هذا اللوبيول أو الفصيص يتألف من 5 إلى 15 عنبة سنخية مع الشريان مع القصيبة طبعا. وبالمحيط في عنا نسيج ضام طبعا، وفي الأوردة الرئوية والأوعية اللمفاوية. هذا مهم كتير، لأنه كل مرض من أمراض الرئوية، في أمراض بتكون في مركز الفصيص، في أمراض بتكون بالمنطقة المحيطة بالفصيص أو بالنسيج الضام حول الفصيص. فلازم يكون هذا التشريح في بالنا خلال المحاضرة عشان نفهم شو نحن عم نشوف بالطبق. طبعا المنطقة المركز الفصيص أو السنتر لوبيولار أريا هي المنطقة اللي في مركز الفصيص. عادة أي مرض يصيب اليد أو يدخل الرئة عن طريق الطرق التنفسية أو الايروايز بيتركز في مركز الفصيص. مثل إيش؟ مثل عندنا الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس، أو البرونكولايتس التهاب القصيبات، أو النفاخ الرئوي اللي في مركز الفصيص، أو حتى يعني الإنتانات مثل التي بي والقصص هذه، تمام. فلازم نعرف إنه دائما يعني مركز الفصيص، هلا بنرجع نشوف صور ثانية بتوضح لنا. دائما يعني الأمراض تصيب الطرق التنفسية تتركز في مركز الفصيص. بعدين عندنا المنطقة البريلمفاتيك أريا اللي هي حول الفصيص اللي فيها الأوعية اللمفاوية، تتركز فيها الأمراض اللي بتدخل الرئة عن طريق الأوعية اللمفاوية، مثل الساركويدوسيس واللمفانجايتس كارسينوماتوسيس والوذم الرئوية، تمام. هون نحن شايفين هذا فصيص وهذا فصيص وهذا فصيص. هذه المنطقة اللي اسمها سنتر لوبيلر اريا، من المنطقة في مركز الفصيص. وهذه المنطقة اللي هون بالأصفر هذه اسمها البريليمفاتيك أو حول الأوعية اللمفاوية، اللي هي يعني بالنسيج الضام المحيط بالفصيص. فالأمراض اللي بتصيب طبعا هون شايفين نحن هذه القصيبة. الأمراض اللي بتصيب القصيبات أو الطرق التنفسية بتجي في مركز الفصيص، والأمراض اللي بتنتقل عن طريق الأوعية اللمفاوية بتتركز عادة حول الفصيص. ممكن تصيب حتى الأوعية اللمفاوية الموجودة في مركز الفصيص، بس عادة حول الفصيص، تمام. هلأ أخذنا فكرة عن تشريح يعني النسيج الرئوي. هلأ بالنسبة للطبق المحوري عالي الوضوحية، حتى يعني نميز شو عم نشوف أو نفسر شو عم نشوف، لازم أول شيء نفسر النمط اللي نحن عم نشوفه أو الباترن. أول شيء شو الباترن اللي نحن عم نشوفه؟ هل هو شبكي؟ هل هو عقيدي؟ هل هو هاي اتنويشن أو لو اتنويشن؟ تمام. هذه أربع أنماط أو أرب فور باترنز بنشوفها في الطبقي المحوري عالي الوضوحية. بعدين المركز يعني او المكان الذي تتوضع فيه او تتمركز فيه الآفة، هل هو في مركز الفصيص؟ هل هو في المنطقة البريليمفاتيك؟ او هو توزع عشوائي؟ بعدين لازم نقول بالنسبة للرئة، هل هو في
المناطق العلوية والمناطق السفلية من الرئة، المناطق المحيطية من الرئة. وبعدين بنقول إذا في شيء يعني موجودات تانية مثل pleural effusion، ضخامة عقد لمفاوية أو أشياء تانية. تمام، أهم شيء يعني نعرف النمط تبع الظلال اللي نحن عم نشوفها في الأشعة. هلأ حنمر عليهم واحد واحد، تمام، ونعرف التشخيص التفريقي لكل شغلة منهم. نبدأ يعني النمط الشبكي أو الريتيكولار باترن. تمام، النمط الشبكي هو إمتى بنشوفه؟ بنشوفه عندما بيكون في تسمك للحواجز بين الفصيصات. شفنا الفصيصات نحن كيف بيناتها حواجز من نسيج الضام. أي تسمك بهذه الفصيصات لأي سبب ممكن يؤدي لنمط شبكي، سواء مثلا توضع في هذه الحواجز سوائل أو نسيج ليفي أو أي شيء ممكن يؤدي إلى تسمك بالحواجز بين الفصيصات وظهور النسيج الشبكي أو النمط الشبكي. هي أمثلة يعني عن طبعا مو كل الأسباب، بس أمثلة عن الإصابات الشبكية أو النمط الشبكي. إذا كان يعني نمط سموث أو ناعم ممكن لينفانجايتك سبريد اوف كارسينوما اللي بنسميه لينفانجايتس كارسينوماتوسس. هي لما السرطان بينتشر عبر الأوعية اللمفاوية الرئوية، سواء سرطان الرئة أو السرطانات الأخرى مثل سرطان الثدي أو أي سرطان ممكن يؤدي لهذه الإصابة. ممكن تستشعر بالمون إديما، يعني الوذمة الخلالية اللي بتصير بقصور القلب. طبعا هذه الوذمة الرئة هي أول مرحلة، بصير هو انترستيشال إديما، وذمة خلالية. بعدين لما تتطور الحالة بصير وذمة سنخية، يعني بصير السوائل داخل الأسناخ. بس أول ما بتبدأ، لأنه نحن شفنا أنه الأوردة الرئوية هي في المنطقة الخلالية اللي حول الفصيصات، فبتبدأ الوذمة في البداية في المنطقة اللي حول الفصيصات. بعدين لما يعني بتتطور أو بتتفاقم الوذمة بتصير وذمة سنخية. تمام، في مرض اللي هو اسمه alveolar proteinosis كمان ممكن يسبب نمط شبكي. النمط يعني النمط هذا ما مهم التصنيف إنه سموث ولا نودولار، بس يعني ممكن ناخذ فكرة. يعني معنات نودولار هون لأنه نحن حنحكي عن النمط النودولار أو العقيدي بعدين. لما بتقول إنه في عندك شبكي مع نودولار فبصير اسمه ريتيكولو نودولار أو شبكي عقيدي، يعني بيكون عندك نمطين. كمان نفس المبدأ، الليمفانجايتس كارسينوماتوزس ممكن تعمل هيك، الليمفوما، الساركيودوسس، سيليكوسس. أي مرض بصيب الخلال الرئوي ممكن يؤدي لنمط شبكي. أي يعني أغلب أمراض الرئة الخلالية ممكن تؤدي لنمط شبكي، بالإضافة إلى الوذمة الرئوية والليمفانجايتس كارسينوماتوزس والساركويد والسيليكوسس، كلها يعني ممكن تؤدي لنمط شبكي. هلأ هناخد صور وأمثلة عن هذا الموضوع. هون شايفين الأسبستوسز، تمام، شايفين الظلال الشبكية في محيط الرئة كيف. تمام، هون وهون هذه ظلال شبكية. طبعا هذا الأسبستوسز هو معروف، هو مرض من أمراض الرئة المهنية بيؤدي إلى تليف في الرئة. طبعا شايفين هون هذه اللويحة المتكلسة، لوحات الأسبست واضحة هنا، هذه في محيط الرئة. النمط الصورة الثانية هذه لينفانجايتس كارسينوماتوز. هاي الصورة أنا يعني حبيتها ليش؟ شايفين كيف بسبب طبعا هنا الحواجز بين الفصيصات أنت ما بتشوفها بطبيعة الحال في السي تي يعني، بس لما بتكون متسمكة مثل هذا المرض الانفنجاتيس كارسينوماتوزس، شايفين كيف الفصيصات الرئوية مرسومة رسم، يعني شايفين كيف. تمام، هذا فصيص هنا، هذا فصيص، هذا فصيص. تمام، بسبب الارتشاح الورمي في الحواجز بين الفصيصات، ويعني شايف مرسومة رسم. فهذه الليمفانجايتس كارسينوماتوزس، شايفين في عند معه نمط عقيدي كمان، في عقيدات يعني بالمنطقة البريليمفاتيك، فهذا نمط شبكي عقيدي يعني بالليمفانجايتس كارسينوماتوزس. هذه وذمة خلالية، لكن هذه وليست يعني أو بداية، في بداية وذمة سنخية، بس يعني هي أكثر جاية في الخلال الرئوي. شايفين تسمك الحواجز بين الفصيصات، هذه كله ارتشاح سوائل في المنطقة الخلالية
بين الفصيصات، تمام، لسه يعني ما هي مرحلة متقدمة يعني لوذمة سنخية، هي في بداية وذمة الرئة. في شوية يعني هون يعني هذا التغيم هون يبدو يعني بداية وذمة سنخية، بس هذه بشكل أساسي وذمة خلالية. تمام، هذا المرض الأفلر بروتينيوسز. طبعا هون بيكون في عندك منظر جراوند جلاس، هلا حنحكي عنه بعدين، هذا التغيم. بس شايفين كمان في تسمك بالحواجز بين السنخية، تمام. هذا المنظر بيسموه كريزي بيفينج أو الرصف المجنون، يعني بيكون عندك جراوند جلاس مع تسمك بالحواجز بين الأسنان. هذا مميز للألفلر بروتينيوسيس، بس ممكن يجيب أمراض تانية، ما هو يعني نوعي لهذا المرض. تمام، هلأ فهمنا الموضوع، النمط الشبكي يعني بنرجع بنقول هو إما أي آفة رئوية خلالية أو تليف رئوي، الوذمة الرئوية، الليمفانجايتس كارسينوماتوسيس، الساركوئيد. تمام، بنجي على النمط العقيدي. هلا العقيدات الرئوية إلها تصنيف، عدة تصنيفات، في حسب حجم العقيدة، في حسب شكلها، في حسب توزعها. طبعا حسب حجم العقيدات، إذا أصغر من 2 ملم بيكون اسمها ميلياري نوديولز، يعني الدخنية، عقيدات دخنية. إذا بين 2 و7 اسمها مايكرو نوديولز، بين 7 ل 30 ملم اسمها نوديولز أو مايكرو نوديولز، أكثر من 30 ملم أو 3 سنتيمتر صار اسمها كتلة بالمونري ماس. تمام، في حسب المورفولوجي أو الشكل، ممكن تكون سوليد، يعني عقيدة صلبة، أو بارتلي سوليد يعني شبه صلبة، أو ممكن تكون بنمط جراوند جلاس أو الزجاج المغشى، يعني عبارة عن تغيم فقط وليست كتلة صلبة. حسب التوزع، وهو هذا الأهم نحن بمحاضرتنا، بدك نشوف وين توزع العقيدات عشان نعرف التشخيص التفريقي. في منطقة البريمفاتيك قلنا ممكن يكون فيها عقيدات، فهذه بنسميها بريمفاتيك نوديولز. إذا بمركز الفصيص اسمها عقيدات مركز الفصيص أو السنتر لوبيلار، أو ممكن تكون عبارة عن توزع عشوائي راندوم. تمام، هذه يعني هي صورة بتوضح أنواع العقيدات الرئوية. هذه اللي تجي في مركز الفصيص، تمام، شايفين الفصيصات، بتلاقي في عقدة جاية في مركز الفصيص. البري الليمفاتيك بتجي شايفين بالحواجز بين الفصيصات، أو ممكن تجي يعني بالمنطقة بين بالفيشرز اللي بين الفصوص الرئوية، أو أحيانا ممكن تجي في مركز الفصيصات مثل ما قلنا، لأنه في أوعية لمفاوية في مركز الفصيصات. تمام، الراندوم بقى هي عشوائية، يعني تجي وين ما كان. يعني بشكل عام، يعني ممكن لو نحكي هيك بشكل مبسط وعام، العقيدات اللي بمركز الفصيص عادة بتمثل إصابة بالإيرويز، بالطرق التنفسية. الإصابة اللي هي البيريليمفاتيك بتكون إصابة يعني جاي عن طريق الأوعية اللمفاوية، والراندوم عادة بتمثل انتشار دموي لمرض ما مثل الميلياري تي بي، أو يعني النقائل الرئوية الدخنية. تمام، بنجي على السنتر لوبيلر ديستريبيوشن، وين بنشوفه؟ بالهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. احنا بنعرف الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس هو مرض بينتج عن استنشاق الأغبرة العضوية، مثل فارمرز لانج، رئة المزارع أو رئة مربي الطيور. فالمرض هو بيجي عن طريق التنفس يعني، تمام. فأول ما بيصيب هو بيصيب مركز الفصيصات، وممكن التهاب القصيبات عند المدخنين، والأمراض الإنتانية بشكل عام خاصة التي بي والبرونكونومونيا. وفي احيانا ممكن يجي يعني بشكل غير شائع بالبرونكو ايفيولار كارسينوما والوذمه الرئويه والفاسكولايتس. تمام، هاي يعني صوره ثانيه، شايفين هون المنطقه اللي في مركز الفصيص سنتر لوبيولار،
بتشوف عقيدة في مركز الفصيصنة في الأمراض اللي حكيناها. هلأ في يعني نموذج شعاعي تاني اسمه تري ام بود، أو يعني ما بعرف بالضبط ترجمتها بالعربي، بس إنه منظر البراعم، براعم الشجرة. هذا غالبا بنشوفه مع السنتر لوبولا نودول، وخاصة بالأمراض الإنتانية مثل التي بي. تمام، هو شو؟ هو عبارة عن يعني مفرزات رئوية داخل القصيبات الصغيرة. تمام، فين بعض مثل ما قلنا بنشوفه عن طريق الانتشار داخل القصبات للإنتانات مثل التي بي والمتفطرات غير النموذجية والبكتيريا البرونكونومونيا ذات الرئة والقصبات البكتيرية، وبالأمراض اللي بتؤدي لإنتانات مزمنة مثل السيستيك فايبروسيس والتوسع القصبي. ممكن بشكل نادر نشوفها بال ABPA أو الأزمة أو بالذات الرئة الاستنشاقية. تمام، هذا مثال واضح جدا. عندنا هنا عقيدات في مركز الفصيصات. تمام، في هون منظر للتبرعم التريم باد. هلا نشوف الصور تانية أوضح. شايفين هذا تريم باد؟ طبعا هدول صورتين هن بالمونري تي بي. ما تشوف هيك منظر بالسي تي، أول شغلة بتفكر فيها الانفكشن، أول شيء التي بي. تمام، هون تريم باد كمان مع عقيدات. تمام، البريليمفاتيك ديستريبيوشن مثل ما قلنا الساركويدوسز، السيليكوسز او النوموكونيوسز امراض الرئه المهنيه يعني، واللمفانجايتيك كارسينوتوزا. تمام، واللمفانجايتيس كارسينوتوزز. هاي نفس الصوره اللي شفناها، شايفين نحن قلنا في يعني في هون نمط شبكي وفي عقيدات بريليمفاتيك يعني بالمنطقه هذه نفسها اللي حول الفصيصات، شايفين في عقيدات. تمام، هذه الليمفانجايتيس كارسينوماتوزا او كارسينوماتوزيس. تمام، بعدين يعني التوزع العشوائي امتى بنشوفه؟ الانتقالات الدمويه للرئه. طبعا الانتقالات النقائل الرئويه ممكن تكون يعني عقيدات، غالبا بنشوف عقيدات كبيره. تمام، اللي هي بين 7 ل 30 مليمتر، بس ممكن احيانا تشوفها على شكل عقيدات دخنيه. تمام، طبعا بالاضافه للسل الدخني والانتقال او الانترنت الفطريه الدخنيه والساركي اودوسز والهيستوسايتوسز. تمام، هي صوره سل دخني، شايفين عقيدات اصغر من 2 مليمتر وتوزع عشوائي في الرئتين. طبعا انا شفت مره منظر عن مريضه او عن مريض، شفت منظر عن مريضه هي سل دخني فعلا وتشخصت. بعدين بعد فترة جانا مريض نفس المنظر تماما، بس هو كان عبارة عن انتقال لسرطان غدة الدرقية. يعني نحن كنا ما نشوف هذا المنظر أول مباشرة على سل دخاني، بس أحيانا حتى الانتقالات الدموية ممكن تعطيك نفس المنظر. تمام، هلا حكينا عن النمط الشبكي والنمط العقيدي. نمط الهاي اتنيويشن يعني ببساطه شو يعني هاي اتنيويشن؟ لما بتشوف شيء ابيض في الطبق يعني. تمام، اللو اتنيويشن بيكون شيء اسود زراعه سوداء يعني. الهاي اتنيويشن في له نمطين رئيسيات، في انماط ثانيه بس انا ما حبيت اعقد المحاضره. النمطين الرئيسيات هو جراوند الجلاس اللي هو الزجاج المغشى، والكونسوليديشن التكثف الرئوي. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم طبعا هن تقريبا نفس التشخيص التفريقي، بس يعني الفرق الشعاعي بيناتهم هو الجراوند جلاس بيكون على شكل تغيم، هذا التغيم ممكن انت تشوف الاوعيه الرئويه من خلاله، اما التكثف او الكونسوليديشن بيكون يعني كثافه عاليه وما ممكن تشوف انت النسيج الرئوي من خلاله. فهلا حنشوف يعني امثله. طبعا اي شيء بيعبي اي شيء يملا الاير سبيس او او الاسناخ الرئويه، سواء كان سوائل، سواء كان نتحه التهابيه، تليف، خلايا ورميه، يؤدي الى جراوند جلاس
او كونسوليديشن، تمام؟ فانت تخيل انه الجراوند بلاس او الكونسوليديشن هو في شيء معبي الاسناخ الرئويه، او معبي يعني الحيز الهوائي بشكل عام، يعني سواء اسناخ او قنوات سنخيه او قصيبات تنفسيه، تمام؟ بعكس النمط الشبكي والعقيدي، او فالنمط الشبكي بيكون عاده في بين الفصيصات، بالنسيج الضام بين الفصيصات. العقيدات ممكن تكون يعني سواء داخل الفصيصات او بالمنطقه المحيطه، اما الهاي اتنويشن عاده بيكون يعني امتلاء في الحيز الهوائي. طبعا التشخيص التفريقي واسع جدا، يعني نبدا من الانتانات، خاصه الانتانات الفيروسيه والانتانات الانتهازيه، امراض الرئه الخلاليه مثل ذات الرئه بالحميضات، واغلب يعني ذوات الرئه منشوط السبب او يعني امراض الرئه الخلاليه ممكن تسبب جراوند جلاس، ساركويدوسيس، الوزمه الرئويه السنخيه مثل ما قلنا وليست الخلاليه، يعني هي بيكون لما يكون وزمة الرئة صارت متقدمة جدا ممكن تسبب منظر جراوند جلاس، الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس كمان سواء اكيوت او سب اكيوت، والاحيانا الارتشاحات الورمية مثل برونكو الفيولار كارسينوما، والدراج توكسيسيتي ممكن يعني احيانا الادوية تعمل نومونايتس او يعني يعطي نمط جراوند جلاس. هذه كوفيد 19 نيمونيا، شايفين هذا منظر جراوند جلاس الوصفي، تمام؟ هذا منظر جراوند جلاس، هذا منظر جراوند جلاس. شايفين ممكن نحن نشوف الأوعية الرئوية ضمن يعني ظلال الزجاج المغشى، هنا نفس الشيء كمان، شايفين هاي المنطقة هون، هاي تقريبا صارت كونسوليديشن، هنا كمان تقريبا صارت كونسوليديشن، يعني نحن ما عاد فينا نشوف الأوعية الرئوية من خلال الكثافة. هذه H1N1 نمونيا كمان نفس الشيء، تمام؟ شايفين الأوعية الرئوية واضحة من خلال الكثافات، تمام؟ طبعا كل شيء لونه أبيض هاي أوعية رئوية، وكل شيء أسود هي هذه قصبات أو قصيبات، تمام؟ والنسيج الرئوي هاد في منظر يعني زجاج المغشى، وهذا هون منطقة تقريبا هذا نسيج رئوي طبيعي. هذه الكريبتوجينيك اورجنايزنج نمونيا كمان منظر جراوند جلاس، الكونسوليديشن او التكثف الرئوي لان تقريبا نفس الاسباب، بس عاده الانتانات يعني بتكون انتانات بكتيريه اللي بتعطي منظر كونسوليديشن، بس يعني مش شرط، يعني حتى البكتيري ممكن يعطيك جراوند جلاس، وحتى الفيروسي ممكن يعطيك consolidation، يعني مش شرط. بالمونر إديما نفس الشيء مثل ما قلنا، كل أنواع البالمونر إديما يعني مش شرط الهارت فيلير، ممكن الـ ARDS أو النون كارديوجينيك بالمونر إديما، النزف الرئوي ذات الرئة بالحميضات الحاد أكيوت. هذا نحن هون عم نحكي أكيوت consolidation، يعني التكثف الحاد، التكثف المزمن بالorganizing pneumonia ذات الرئة المتعضية والذات الرئة المزمنة بالحامضات والتليف الرئوي من نوع UIP أو NSIP والبرونكو ألفيرو كارسينوما أو الليمفوما ممكن تعطينا تكثف رئوي، تمام؟ هذا يعني منظر وصفي للتكثف الرئوي، شايفين تكثف فصي، أن الفص العلوي من الرئة متكثف، ما ممكن أبدا نشوف الأوعية الرئوية من خلال التكثف، تمام؟ هذا المنظر اللي هون اسمه اير برونكوجرام، اير برونكوجرام، يعني عندنا احنا النسيج الرئوي كله متكثف بس الاير ويز او الطرق التنفسية كلير ما فيها شيء، فبترتسم رسم داخل التكثف الرئوي، فهذا بنسميه اير برونكوجرام، تمام؟ هون طبعا في علامة هون مسميها البلجين فيشر، هذه مميزة ذات الرئة الكليبسيلا، هذه معلومة على الهامش، يعني هذه كليبسيلا نمونيا،
تمام، شايفين هون الفشر بين الفصوص الرئوية وين مكانه، وهون صار في بلج هنا بالفشر، فهذه كليبسيلين هون. هذه الوذمة الرئوية السنخية، شايفين قديش في فرق بين الوذمة الخلالية والوذمة السنخية؟ هون صار في عندنا كونسوليديشن بالجهتين مع ايرو برونكوجرام واضح، طبعا هون في انصباب جنب كمان بالجهتين بسبب الوذمة الرئوية. هنا الاورجنايزنج نمونيا، طبعا شايفين هون على شكل كونسوليديشن في اير برونكوجرام، كمان هون صايرة اكتر يعني على شكل جراوند جلاس. تمام، هلا خلصنا من الهاي اتنويشن. نجي اخر شيء اللو اتنويشن، في له عده نماذج اللو اتنويشن. عندنا الانفيزيما والنفاخ الرئوي، عندنا التوسع القصبي ومنظر الهاني كامبينج او عش النحل والكيسات الرئوية. تمام، مثل ما قلنا اللو اتنويشن معناتها لون اسود في السي تي، معناتها حيز هوائي. تمام، النفاخ الرئوي او الانفيزيما هو تخرب يعني بالنسيج الرئوي من بعد القصيبات الانتهائية اللي شفناها بأول سلايد، يعني القصيبات التنفسية والقنوات السنخية والأسناخ الرئوية بتتخرب، بصير عادة عند المدخنين. طبعا في له أنواع، في النفاخ اللي في مركز الفصيص سنتلوبولا انفيزيما، هذا عادة عند المدخنين بصير. لو عملت سي تي سكان لأي مريض عنده سي او بي دي ممكن تشوف هذا المنظر، بتلاقي مثل يعني فقاعات هوائية صغيرة في مركز الفصيصات، وعادة بيكون بالمناطق العلوية أكثر أو الفصوص العلوية. شايفين هون يعني هذه منطقة انفيزيما، هنا انفيزيما. تمام، هذه كل النقط السود هذه عبارة عن انفيزيما في مركز الفصيص، وباقي يعني باقي الفصيصات تكون سليمة، يعني مشكل يعني لا تصيب الفصيص بشكل كامل، بتصيب مركز الفصيص فقط. تمام، فهذه شايفين كيف هون محل السهم الأزرق، هذا نسيج رئوي طبيعي، وهون المنطقة اللي فيها النفاخ الرئوي. نجي على البان لوبيلر انفيزيما، هذا بيكون نفاخ كامل للفصيص، يعني بصير تخريب للفصيص بشكل كامل. هذا بنشوفه بالالفا 1 انتتريبسين ديفيشنسي، ممكن حتى في يعني مرضى عندهم سي او بي دي او انفيزيما بسبب التدخين في المراحل المتقدمة، يعني بيتخرب عندهم الفصيص بشكل كامل، عادة بيكون بالفصوص السفلية للرئتين. شايفين هون كيف؟ هنا الصورة الأولى كيف يعني عبارة عن نقط سود، أما هون يعني دمار شامل مثل ما بنقول، يعني الفصيصات كلها هنا، كل هاي المنطقة السوداء شايفين تخرب بالنسيج الرئوي، ما في ظلال وعائية. تمام، هون مقارنة مع هذا النسيج الرئوي الطبيعي بهاي الجهة، شايفين كيف هون هذا النسيج الرئوي الأسود متخرب. في عندنا شيء اسمه الباراسبت الانفيزيما، يعني بيكون هذا بين يعني حول الحواجز الرئوية، عادة هذا بيكون يعني عند الشباب بنشوفه اللي بيؤدي لإصابة بالريحة الصدرية العفوية، وممكن لو مثل ما أنا كمان لو يعني المدخن مزمن ممكن يصير عنده مع السنتر لوبر انفيزيما باراسبتا انفيزيما. شايفين هذا هون بنشوفه دائما غالبا يعني المنطقة تحت الجنبية، هاي اسمها باراسبتا انفيزيما، هذه المنطقة. طبعا شايفين انه هون في سنتر لوبر انفيزيما كمان، بس هذه الباراسبتا انفيزيما. تمام، خلصنا من الانفيزيما، بنجي على التوسع القصبي. التوسع القصبي طبعا في له علامات على السي تي، بيكون في توسع بالقصبات تعطي منظر فص الخاتم او السنجل ترينك ساين، هلا بنشرحهم. طبعا في تسمك بجدار القصبات بيكون، وفي يعني lack of tapering of the
برونكس، يعني بتلاقي القصبة، يعني القصبة الطبيعية بيكون قطرها بيصغر كل ما اقتربت من محيط الرئتين، أما في التوسع القصبي بتلاقي القطر نفسه، يعني ما في تناقص في قطر القصبة. ممكن نشوف مظهر انحباس مخاطي داخل القصبات. طبعا هذا منظر التوسع القصبي. هلا لنشوف هون محل السهم، هذا الظل الأسود هي القصبة الرئوية، والظل الأبيض هذا هو الشريان الرئوي المرافق لها. دائما يعني بيكون ظل القصبة مماثل تقريبا لظل الشريان. لو شفت ظل القصبة أكبر من ظل الشريان، فهون هذا بدل إنه في توسع قصبي، وهذا بيعطيك منظر الفص الخاتم. شايفين كيف مثل الخاتم؟ يعني القصبة هي الحلقة تبع الخاتم، والشريان هو الفص تبع الخاتم. هذه علامة ظل الخاتم. هون ممكن نشوف علامات تانية. شايفين إنه القصبة رح توصل للمحيط ولساتنا من يعني شايفينها، فهذا اسمه lack of tapering، يعني القصبة ما عم بتناقص قطرها مثل ما المفروض بالشكل الطبيعي. شايفين هون مثلا هي القصبة بالمحيط واضحة، انت ما بتشوف ظلال قصبات بمحيط الرئة لو الرئة طبيعية. شايفين هون الطبيعي انت ما بتشوف ظلال قصبية، بس هون عم بتشوف ظلال قصبية، وهون عم بتشوف ظلال قصبية بمحيط الرئة، هذا توسع قصبي. طبعا هون واضح انه القصبة، طبعا القصبة عادة بيكون لونها اسود، بس هون بسبب انه في احتباس مخاطي صار لونها ابيض. هذا توسع قصبي كيسي. شايفين كيف القصبات متوسعة بشكل كبير، وهون يبدو في واحدة من هذه القصبات عملت ريح صدر، فتحت على الجنب وعملت ريح صدرية. هون شايفين كمان في عنا ريح تحت الجلد أو نفاخ تحت الجلد. طبعا هون في منظر تري ان بود كمان اللي حكينا عليه، منظر التبرعم هاد بنشوفه في الانتانات الرئوية. شايفين كيف مثل منظر براعم الشجر. تمام، هذا منظر توسع قصبي، بس هذا توسع قصبي من نوع خاص. شايفين في منظر هون الهاني كومبينج اللي رح نحكي عليه بعد شوي، منظر عش النحل هذا منتشر بالرئتين. في منظر هون توسع قصبي، هذا بنسميه تراكشن برونكيكتسز او توسع قصبي بالشد، هذا بصير بالتليف الرئوي عاده، بالتليف الرئوي المجهول السبب IPF. فهذا بسبب شد النسيج الليفي للقصبه بتتوسع. شايفين كيف القصبه ما عم بيتناقص قطرها، رح توصل للمحيط ونفس القطر. فلما بنشوف منظر هذا التراكشن برونكياكتسيس مع الهاني كامبينج مع مناظر خلاليه، هذا اسمها يو اي بي او يوجوال انترستيشال نيمونيا، لها يعني عده تشخيصات تفريقيه، اهمها التليف الرئوي المجهول السبب IPF، او احيانا ممكن يجي مع امراض النسيج الضام مثل الروماتويد عندما تصيب الرئه وتؤدي لتليف رئوي. دائما الهاني كامبينج والتراكشن برونكياكتسيس هي منظر لتليف رئوي متقدم ايا كان السبب. تمام، نجي على الهاني كامبينج. حكينا هي يعني منظره مثل منظر كيسات صغيره مع تسمك في الجدر تبعها، عادة بيكون بالمناطق المحيطية تحت الجنبية. هذا تقريبا نفس المنظر اللي شفناه بالصورة هذيك. خايفين منظر عش النحل هنا في المناطق تحت الجنبية، وهذا التراكشن برونكياكتسيس. شايفين القصبات كيف متوسعة مع ظلال شبكية منتشرة بالرئتين. هذا يعني كمنظر شعاعي أو يعني تعريف هيستوباثولوجي اسمه يوجوال انترستيشال نيمونيا. تمام، ولي اليوجوال انترستيشال نيمونيا ليست اسم لمرض، هو توصيف يعني تشريح مرضي. تمام، بس شو التشخيص التفريقي تبعه؟ اهم تشخيص تفريقي هو التليف الرئوي المجهول السبب IPF، ومثل ما قلنا ممكن يجي بالامراض الثانيه مثل
الأمراض النسج الضامة لما بتؤدي لإصابة رئوية، أو أي سبب من أسباب التليف الرئوي ممكن يؤدي لمنظر الهاني كامبينج. طبعا الهاني كامبينج مثل ما قلنا هو يعني يدل على تليف رئوي متقدم جدا، وعادة بيكون يعني ما عاد يستجيب على علاج. يعني لما نجي على قربنا نخلص، نجي على الكيسات الرئوية أو الآفات الكيسية. تمام، شو الفرق بين السيست والكافيتي؟ هو الفرق بس بسماكة الجدار تبع التجويف. فإذا السماكة أقل من 4 مليمتر هذه اسمها سيست كيسة، إذا أكثر من 4 مليمتر هذه اسمها كافيتي أو تكهن. الأمراض اللي بتسبب كيسات رئوية هي في عندنا اللانجرهانس هيستوسايتوسيس والليمف أنجيوميوماتوسيس. تمام، الأمراض تسبب كافيتي هي مثل الانتانات مثل التي بي، أهم التي بي والستاف أوريس والفطريات الرئوية والكيسات المائية، وعندنا السيبتيك أمبولاي. طبعا السرطانات الرئة المتكهفة وخاصة سكويموس سيل كارسينوما، واغنرز ديزيز بيؤدي إصابات يعني تكهفية في الرئتين. هذا الهيستوسايتوسيس شايفين كلها كيسات صغيرة منتشرة في الرئتين بشكل كبير. هذا الليمف أنجيوميوماتوسيس كمان كيسات منتشرة في الساحتين الرئويتين. طبعا هون في ريح صدرية كمان. طبعا بيشبه النفاخ اللي في مركز الفصيص شوي هذا المنظر يعني. بس طبعا تعرفوا الليمف انجيوميوماتوسيس بيكون في له تظاهرات تانية. طبعا هذا بالمونر تي بي، شايفين الكهف كيف جداره سميك هنا، هذا الكهف رئوي جداره سميك. طبعا في عقيدات هنا شايفينها اللي حكينا عنها، العقيدات في مركز الفصيص مع منظر تبرعم هون يعني واضح. هذا واغنرز ديزيز، شايفين في إصابات بالرئتين متكهفة مثل ما احنا شايفين. وجزاكم الله خيرا.